السلام الناس الكل، انا بسمه بالجسمي من منظمه نحن الشباب. مرحبا بكم في بودكاست ويوث توك. البودكاست هذايا تعمل في اطار مشروع رايتير رايت ناو اللي يهدف ويسعى لتمكين الشباب والشابات بكامل اختلافاتنا وخصوصياتنا من حقوقنا الجنسيه والانجابيه. اليوم احنا في جهار، واللي ما يعرفش جهار هي البوت دو برودكسيون نتاع ويوث اللي لاهية بكل ما هو سمعي وبصري، وزيدة محلولة للشابات والشباب الكل باش يجي ويكتشفوا رواحهم ويطوروا من رواحهم في المجال هذا. اليوم معنا ضيفة باش نكتشفوها مع بعضنا ونكتشفوا جديدها مع ويوث. عسلامة نجوى، مرحبا بك بحضنا في سفيقس. احنا فرحانين اللي انت موجودة بحضنا واللي انت موجودة في جهار اليوم. محليك اليوم عايشك عسلامة، مرحبا بيك ومرحبا باللي في يحركوا في جهار الكل، ومرحبا باللي بشي تفرجوا فينا، وانا فرحانة برشا لينا بحذيكم هنايا في جهار وفي سفيقس. مرحبا. بنبدأ بالسؤال السهل والصعيب فرد وقت، شكون نجوى زهير؟ نجوى زهير إنسانة قبل كل شيء، مرأة تونسية، أم، ممثلة، خريجة إنجليزية وعلاقات دولية، مواطنة ناشطة في مجالات تنجم تهمها من بعيد ولا من قريب، سواء في المجتمع ولا في المجال الإنساني. ولا به تو احنا كنا نحكيوا على انجليزيه وعلاقات دوليه، كيفاه بدا من التمثيل وكيفاه بدا غرامك بالتمثيل وكيفاه كانت البدايات؟ بدايه الحلمه كانت مع الافلام المصريه القدم، قبل كانوا يتعداو ديما في التلفزه. والحاجه اللي شدتني للتمثيل هي الحلمه اللي وراه، معناتها انك تتفرج في قصه تلقاها محبوكه بالقدا، مكتوبه بالقدا، الممثلين يمثلوا بالقدا، وهما نفسهم الممثلين تراهم في الفيلم هذاك وتلقاهم مختلفين تماما في فيلم اخر. نحكي لك معناها سامية جمال، فريد لطرش، شادية، عبد الحليم، معناها الكبار ياسر اللي كانوا قبل يشدوا الناس الكل واللي عملوا تاريخ ونجاح السينما المصرية. والحاجة اللي شدتني أكثر للتمثيل هي القابلية اللي عند الممثل انه يتأقلم ويتغير ويتبدل من دور لدور، و tout en gardant معناتها cette capacité à convaincre، معناتها يقعد ديما يقنعك وكي تتفرج فيه تراه صحيح وتراه بالحق تراه فري تصدقه، وهو مش نفسه معناها في كل مرة مختلف. فكانت هذيك الحاجة اللي شدتني للتمثيل. الحق اللي شدني للتمثيل ما كانش من الأول معناها حلمة أنه يكون خدمتي ولا مهنتي. كما قلت لك أنا عملت أنجلي غولاسيون انترناسيونال، وحلمتي من الأول أني كنت نكون جراحة. قبل ما نقرر أني نعمل أنجلي غولاسيون انترناسيونال كنت ياسر ياسر مهتمة بأني جوسوف ديفي، معناها أني نمنع عبيد مرضى وأني نعمل الخير وأنه الناس معناها ما توصلش للموت حتى كان فما مرض وكل. كنت زادة نحلم أني نكون قاضية أو محامية، وكنت نحلم أنه يكون عندي كارير في الدبلوماسية معناها ولا في السياسة الخارجية. فهذيك علاش اخترت أني نعمل أنجلي غولاسيون انترناسيونال. والتمثيل مشيت له تواجهت له كهواية، معناها مشيت من الأول اللي بيان سور قعدت نتفرج ديما نتفرج في المسلسلات ونتفرج في الأفلام وانتريغي، معناها ديما باهتة ونحب نفهم شنو هو الميكانيزم اللي يخلي الممثل هكا ينجم يكون كاميليون ويتبدل ويتغير ويقنع. فمشيت عملت نادي مسرح في نادي ثقافي طاهر حداد، وقتها كان الحبيب الغزال هو اللي شادد النادي هذايا، وبديت نعمل في المسرح الهاوي. بروميير اني فاكولتي كنت نقرا نوف افريل، بروميير اني فاكولتي يجيني زميل وصديق نحييه برشا ونجم نقول معناها اللي عن طرفه هو دخلت للعالم التمثيل البروفيسيونيل معناها المحترف، اللي هو فؤاد لي تايم يقرا معايا كان وقتها، قال لي راهو ثم كاستينج نتاع مسرحيه محترفه في فرقه مدينه تونس.
اوكي نمشي وعلاش لا؟ انا بيان سور ما منيش من النوع اللي لا نمشي ونصدم نمشي ومشينا وافكتيفمون من وقتها معناها بدات الرحله رحله الاحتراف فينالمون. خدمت في 7.5 وقتها متاع الياس بكار مسرحيه دور رئيسي دور من الادوار الرئيسيه وبعدها هي حمادي عرفة تفرج في المسرحيه جوستومون وقتها في المسرح البلدي سيتي اون 2000 دونك يتفرج في المسرحيه خذاني المسلسل ماتوس دور رئيسي كيف كيف تفرجت في المسلسل نادية الفاني خذتني الفيلمها وقتها كيف كيف وترسلت الأفلام والمسلسل معناتها من حاجة لحاجة الخدم ولات ورا بعضها وهذا ما منعنيش أني نكمل الانجلي غولاسيون انترناسيونال خذيت الميتريز بون خذيتها في أطول خذيتها في أطول من 4 سنين خاطر يجيني تورناجيت نفلت إكزاما خذيتها في 6 سنين مش في 4 أنا خذيتها كمان خاطر كان مهم برشا أني ليانا وبالنسبة ليا ما نحبش حاجة أفغطي ولا ما نكملهاش ولا نخلي حاجة عن سوسبان دونك كملتها كمان الماتريز بعد الماتريز عملت ماستر بروفيسيونيل عن لانج أبليكي مي بون عملته بعد برشا سنوات من الماتريز زاده كيف كيف عملته وانا وقتها ديجا عندي ولدي ربي يفضله لك عايشك ومن بعد جات اختو هذا معناتها فيما يخص الدراسه والتمثيل بيان سور كيما قلت لك ملي كان معناها هوايه وكان هكا معناها حاجه نعمل فيها باش نكتشف روحي ولا باش نكتشف هل انا قادره ولا باش نعيش حلمه مختلفه ولا فينالمون ولا مهنه. شنو هو احسن فيلم ولا الفيلم تتفكره من قبل من الافلام القديمه اللي غرموك بالتمثيل؟ برشا ولا شكون الممثل اللي اكثر واحد هكا شدك؟ فريد شوقي. فريد شوقي وسامية جمال كانوا ياسر يعجبوني هي خاطر شتيحه ومش شتيحه كهو معناتها حتى تمثيلها كان ياسر ياسر مقنع بالنسبه لي انا وكانت ياسر بروفوند وياسر عندها ايموسيون فياضه هكا عندها احاسيس فياضه تهزك معاها تسرح معاها تعيش معاها اللحظه معناتها نتذكر فما دي سيكونس معناتها نبكي معاها كي تبدا فما حاجه نتاع ظلم نتاع قهر نتاع وفريد شوقي كان ياسر هكاك الرجل اللي حسك بالطمانينه وممتو عنده وقار وعنده حضور كبير عنده بالضبط عنده شغم كبير وحضور كبير واغا كبيره فما برشا بيان سور خاطر سيت اون اندستري فيها برشا ممثلين كبار برشا ويقنعوا وحضورهم يماركي معناتها بيه أبار معناها اللي أنت عندك مشاركة معناها كبيرة في برشا أفلام كيك سواء قصيرة ولا طويلة وعندك برشا حضور في مسلسلات معناها تونسية زادا نراوك في هكا ديسبوت ولا حملات تحسيسية مع منظمات ولا جمعيات غير ربحية معناها تهتم بقضايا إنسانية كما لقينيك وقتها في سبوت مع بيتي في حملة تحسيسية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات دونك كنت تحكي لنا زاد التجربه هذيا كيفاش بيتي ما كانتش حمله تحسيسيه ضد العنف المسلط على النساء فقط بيتي كانت حمله تحسيسيه ضد لا باناليزاسيون دو لا فيولونس معناتها ضد تبسيط مفهوم العنف وتسريبه للمتفرج وكانه حاجه عاديه هو هذاك اللي كان صاير في بعض لي زيميسيون اللي يتعداو في التلفزه في فتره معينه انه نقدموا العنف ونحكيوا على العنف ونتجادلوا في العنف وكانه معطى عادي وطبيعي يلزمنا نقبلوه ونستحملوه ووجوده معناها حاجه بانال حاجه عاديه تابعة على الكوتيديان نتاعنا ونكوسيونيوها معناها ونقبلوها ونتعاملوا معاها ونتعايشوا معاها ونحكيوا فيها كانها حاجه عاديه
مثلا خبط مرته ايه عادش بيه ما يبازري عملت له حاجة سببا ليه حتى وكان عملت له حاجة سببا ما يخبطهش ما يضربهش ما يعنفهش ما يعنفهش لفظيا وما يعنفهش جسديا وما يعنفهش اقتصاديا وما يمدش يده عليها حتى لو كان هي غالطة فما سبل أخرى نتعاملوا بها مع المرأة اللي هي شخص وذات وجسد أبارنتير كاملة جاملة ما نقصها حد شيء وما فما حد شيء يبرر أنه نلجأ للعنف باش نتعاملوا معها وإلا باش نفضوا معها مشكلة ولا غلط ولا أي سوء تفاهم. هي ديجا سبوت معناها مزيانة أنا تفرجت فيها ياسر مزيانة على الأخر كانت في أن جور دون إيميسيون في إيميسيون هو جيب استدعى مرته اللي هي كلاتة ريحة ديجا وقالوا معني يحط في اللوم على المرأة كيفاش عملت مشيت وعملت سيرتيفيكا وكيفاش هي خرجت من الدار بعد لك للطريحة معني هو أي exactly. هو الحملة التحسيسية هذية اللي صارت مع بيتي فيها ثلاثة فيديوهات عملتهم بيتي وخرجتهم هند بوجمعة. الفيديو اللي خدمت فيها أنا خدمت فيها مع نجيب بالقاضي نحييه خاطر هو بيدو زادا كان عظيم فيها. الفيديو هذية تحكي على تيلي رياليتي راجل يستدعى فيها مرته باش تسامحه على خاطر ضربها ودخلها للسبيطار وعنفها عنف شديد وتكسرت ساقها كلها في الجبيرة ودايور هي جاية للإيميسيون بال 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 بالبيكي وبالواحد لهنا بالجبيرة الهنية مجبسة ويقول لها يا عاد شبيه ولكن معناها ينجم يكون حرقت الفطور ولا ماهوش في صحنه ولا عاد شبيه وعاد شبيه ولكن عنفك عنف شديد شنو اللي هو كانت بيان سور بطريقة كاريكاتورية ولكن الطريقة الكاريكاتورية هذيك كانت مجعولة بالعاني باش نبوس أفان هاك البناليزاسيون وهاك المعاملة المتساهلة مع العنف واللي تقنع في الناس اللي إيه ويلا كان معناها ضربك ويلا كان عنفك ويلا كان كسر لك ساق ويلا كان حالك طير لك سنة ويلا كان خرج لك عينك ويلا معناها نجمو نوصلو الغادي. دونك كانت الفيديو وقتها كانت في المعنى هذايا متاع انه ما يلزمش نقبلوا لا باناليزاسيون متاع العنف ما يلزمش نقبلوا تبسيط العنف وتقديمه والا طرحه وكانه حاجه عاديه في مجتمعنا بالعكس يلزم نفهمه اللي فما حرمة جسد فما حرمة متاع الشخص ما عندكش الحق تتعدى عليه لا جسديا لا بالعنف لا لفظيا لا حتى شيء واللي سي لو بلو مالورو هو السبوت عاد عنده 8 سنين تلقاه على اليوتيوب عنده 8 سنين ومازلنا نراو في الشيء هذا حداكش اليوم يعني اوني اون 2024 مازلنا نراو في العنف معناها المسلط على النساء بكامل انواعه ومعناها واشكاله حتى بعد تفعيل قانون 58 اللي تم تفعيله 2017 معناه زاد شفنيك مع امينستي هو السبوت تعدى صحيح برشا في برشا مناسبات تعدى في جي سي سي برشا مرات تعدى في راديوات تعدى في تحط اونليني والكل واللي ياسف جوستمون اللي نون سولمون العنف مازال متواصل ضد النساء العنف المسلط ضد النساء بجميع انواعه مازال متواصل واللي يأسف أكثر اللي زادة ولينا العنف يوصل للموت يوصل للقتل فالعنف ضد النساء متواصل وقاعد يشتد وقاعد يوصل لتقتيل النساء بصفة مهولة وكي نشوفوا الأرقام معناها اللي قاعدة تصير في تونس في العوام اللي تعديت أرقام مهولة متاع نساء قاعدة تموت ضحية عنف مسلط من قبل الذكور اللي دايرين بها والأكثر الأكثر اللي قاعد يصير هو تقتيل نساء من طرف أزواجهم صحيح احنا وصلنا 13 حالة معناها تو من 2000 من أول 2024 30 في بالي في بالي وصلوا 30 امرأة في 2024 داير أمنستي حكيت عليهم بالقد وقالت اللي لي شيفر معناها قاعدة تكبر وهذوما سون سون كو لي شيفر ديكلاري خاطر فما برشا ماهمش ديكلاري هذوما كان المصرح بيهم
واللي مش مصرح بهم ينجم يكونوا أكثر. فدعاوا جوستمان لتفعيل القانون 58، الخلق أسس معناها وهياكل استماع، هياكل حماية، وهياكل أكومبانيومون، معناتها أنك ترافق النساء هذوما الضحايا، خاطر كان راجلها باش يضربها ما عادش نجم تروح للدار. دونك يلزم شكون يسمعها، يلزمها وين تمشي في الفتره اللي هي باش تشكي بها، ويلزم زاده يكون تفعيل القانون 58 على اساس انه يلزم يكون فما عقاب، خاطر كان النساء تمشي تشكي وما ثماش عقاب مصيبه. يوليو احنا نحاولوا معناها المجتمع المدني يحاول انه يشجع النساء باش تمشي تشكي، باش ما تسكتش، باش ما توصلش جوستمون للموت اللي هو اخر مرحله في التعنيف وفي العنف. وزاده يلزم هما كي يمشيو يشكيو يتاكدوا ويكونوا متهنين ومطمئنين اللي ثم اون سويت، ثم وين باش يوصلوا بيه، مش باش تشكي بيه اليوم وتلقى روحها الجمعه جايه راجعه للدار ذليله ويعاود يزيد يعنفها اكثر واكثرين خاطر شكيت بيه. هذه هي المصيبه. بي dernièrement في إطار مشروع رايتي رايت ناو، احنا في ويوث عملنا فيلم كور ميتراج، فيلم علاقة من انتاج جهار بالطبيعة. وفي الفيلم هذايا انت كنت المين كاركتر، كنت الشخصية الرئيسية والممثلة الرئيسية. كنت تحكي لنا كيف كانت التجربة، كيف خديت السيناريو، شنو هكا من الاول، شنو انطباعاتك على القضايا المطروحة معناها في الفيلم؟ باهي بالمرحلة بالمرحلة. من الأول بالكل كلمتني رانيا بن جماعة اللي هي مخرجة الفيلم ومعاكم في جهار، وقريت السيناريو. الفكرة معناتها أنا اللي شدني هو الفكرة قبل كل شيء، قبل حتى من نقرأ السيناريو. يعني أنك تلقى فيلم يحكي على الحقوق الجنسية للنساء في تونس، اللي هو تحب ولا تكره معناها موضوع تابو، موضوع مسكوت عنه، باللي باش قرينا، باللي باش طورنا، باللي باش وصلنا، باللي فما كمام كيما نقولوا اون زون دومبر، فما سوجي اللي ما نطرقلوش لا في العائلات لا في المكتب لا في القرايه لا في ويقعد ديما ويديخ، يقعد ديما الناس شنو تحكي ما شنو اللي مش صحيح وشنو اللي صحيح، ما ينجموش يفرقوه، ما فماش اكسي واضح معناها الحكايه هذه. دونك الموضوع في حد ذاته شدني برشا. خذيت قريت، كان فما الحق معناها انسجام وتبادل وتواصل، معناتها تبادل أفكار وتواصل ما بيناتنا، بيني وبين رانيا، اللي خلينا عاودنا خدمنا على السيناريو، معناتها طورنا حاجات فيه وكل. وأنا بطبعي نحب معناها نشارك في حاجات اللي هما فيهم طبع إنساني، طبع تحسيسي توعوي، معناتها تمسني المواضيع هذه. فوالا دونك من بعد وصلنا للتصوير، كانوا فما شويه صعوبات باش نوصلوا نصوروا، خاطر شنو الصعوبات اللي جاتكم في التصوير؟ فما صعوبات نتاع ديكور، نتاع باش نصوروا في صفاقس، كنا باش نصوروا في صفاقس بعد صورنا في تونس، فصاروا توخيرات هكاك. بون فيهم خيره بيان سور، خاطر من بعد كي شفنا الفيلم كنا الكلنا فرحانين. خلطنا التصوير، صورنا، كانت امبيونس ياسر حلوه في التورناج، خاطر فما لي برو فما لي مش برو، فما لي اول مره، فما معناتها من التكنيك ومن التمثيل، كانت فما هكا خلطه محلاها، ولكن كانت خلطه سحريه، خاطر بالحق خدمنا في ظروف طيبه، وتعدى التورناج تعدى حلو، وصلنا اللي حاجتنا به معناها في لي سيكونس واللي باش نصوروه وكل شيء. وبالطبيعه من بعد وقت اللي اكتشفنا الفيلم وعملنا البروجيكسيون الاولى هوني داير في جهار، وجاو الناس الكل تفرجوا، كانت سوربريز حلوه برشا. معناها بالحق برودوي ياسر مزيان، ايماج ياسر حلوه، برودوي تنجم تقول معناها في نيفو محترم جدا، وفخورة الحق اللي كنت فيه واللي شاركت فيه واللي عجب بيان سور هما اللي تفرجوا، جماعة جهار والأصدقاء والكل، ونستنى بدقيقة ودرج باش يتشاف أكثر وأوسع وأشمل. فوالا دونك سعيدة ياسر بالتجربة.
هو انا ديجا زاد فخوره برشا معناها بالبرودوي فينال الفيلم اللي خرج معناها ككاليتي كصوره ككونتينو كمحتوى معناها حاجه ياسر مزيانه. وديجا الديسكوسيون اللي صارت اللي اول مره رينا الفيلم معناها كانت ياسر محليه وكانت ثريه جدا هكا مع لي مامبر وكانوا جوست معناها بروجيكسيون الاصدقاء معناها ويوث والناس اللي تخدم في ويوث بشرات شنو خدمت شنو عملت معناها كانت حاجه ياسر مزيانه. كنت تحكي لنا هكا شنو الطرائف اللي صارت مع ويوث وكيف كانت الخدمه مع التيم يعني؟ الخدمه مع التيم كانت ياسر فلويد وانا واحده من الناس ابهرني الانجاجمون معناها نتاع الجماعه الكل اللي في ويوث وجهار واللي امبليكي على البروجي. معناتها كان فما حرص كبير انه يتم في ظروف باهيه وانه يتم كيما يلزم ويتم كيما مكتوب كيما تصوروه. ف برغم اللي معناها الجمعيه تنجم تقول هاويه في مجال التصوير اول فيلم قصير بالنسبه ولكن عملوا مجهود كبير الحق معناها على المستويات الكل على الكوستيم على الديكور. معناتها كنت بالحق ظروف طيبه حلوه نتاع التورناج واللي هما كانوا حريصين برشا انه يتموا في معناها يتموا بالقدا ويكونوا كيما نقولوا ايدنتيك لشنو مكتوب باش المعنى يوصل. دايوغ ها نشكروا اي انسان واي شخص معناها شارك بحاجه صغيره ولا حاجه كبيره في الرياليزاسيون تاع الفيلم. نقول لهم احنا نحبكم برشا واللي احنا ديجا فخورين بويوث وين وصلت معناها وفخورين بالحاجات اللي قاعده تخرج فيهم. باهي ما صرتكمش طرفه هكا عملكمش عامله عملكمش فازه عامله ليه ما عامله معليه ما عنيش عامله بصراحه لبس علينا نهبلوا حطينا لانجيسون يمكن الحاجه اللي تضحك اللي حطينا لانجيسون في الكوفر متاع كهرباء وطقس سخون والشمس حاميه وهو مسكين دخل تخبى في الكوفر هكا باش يصور واحنا الكلنا ما عادش نحلوا لك ما عادش هذيك يمكن اكثر حاجه شفنا عليها بالضحك في البلفيدير وقتها ندورو قلوا مستوانيدي فعلا هكا وشنو هكا الموقف اللي قاعد في مخك هكا حتى من الفيلم يعني حتى كي تفرجت معنا في البروجيكسيون حاجة اللي قاعدت في مخك وإلا الموضوع اللي قاعد في مخك واللي مسك فريمون؟ الحاجة اللي عجبتني برشا ولفتت انتباهي وبالحق ما في بليزير معناها أني نلاحظها هو رد الفعل اللي تفرجوا معناها ردود الفعل الكل خاطر اللي حاضروا ما همش قارين السيناريو ما هم ما يعرفوش الفيلم ما عندهم حتى علاقة مع بساي فولو بريسيزي العبيد اللي تفرش فينا دونك شافوه أول مرة واكتشفوه أول مرة واكتشفوا حكيته أول مرة وعلى شنو يحكي وكل شيء. ردود الفعل متاعهم كانت ياسر بيرتينانت معناها سؤالاتهم مست الحيثيات والتفاصيل والحاجات اللي احنا ديجا كنا حاكينهم وكنا حريصين انهم يوصلوا من غير ما نعطي ديتاي ومن غير فياسر فرحت اللي سؤالاتهم خصت حاجات معينه ولا كانت اوتور دو حاجات معينه حبينا نوصلوها وتاكدنا بسؤالاتهم اللي هي وصلت جوستومون فدرجه الوعي والنضج هذيا ياسر فرحتني. فما كومنتير قال اللي هو ماذا بينا الفيلم هذيا يمشي لبلوزيور ريجيون اللي ما عندهمش لاكسي للانفورماسيون الكوريكت والاكزاكت والسيانتيفيك صحيحه معناها باش توصل لهم المعلومه وتوصل لهم معناها فريمون لا سنسيبيليزاسيون للحاجات اللي احنا والمواضيع اللي طرحناهم في الفيلم. هو اي هذه نقطه مهمه برشا خاطر دون لو كادر دون ديسنتراليزاسيون ان نخرجوا من العاصمه وان مش كل شيء يتعدى في العاصمه وخاطر نحب ولا نكره لاكسي للانفورماسيون ديما اسهل في العاصمه كي تخرج من تونس. دونك نتصور اللي فيلم كيف ما هذايا وغيره 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 اللي باش يتعملوا ان شاء الله أهميتهم ووقعهم والإفكاسيتي متاعهم معناتها أنهم يكونوا ناجعين أنهم يدوروا جستمان في تونس الكلها وفي المناطق الكلها ويتشافوا بارتو في القرى في الأرياف يعملوا دي بروجيكسيون في دور الثقافة كان بالطبيعة يكونوا متعاونين مع البادرة هذية
نتصور انه يكون فيه منفعة كبيرة معناها للناس باش يعرفوا حقوقهم الجنسية سواء رجال ولا نساء، وباش معناها ماهوش راهو بقطع النظر على انه الموضوع شائك هكا شوية ويحكي على الجنس، راهو ماهوش دعوة للاستهتار ولا دعوة ما باش نوضح وزادة، معناها انك تكون ملم بحقوقك الجنسية مش معناتها انك تكون مستهتر، ولا انك بالعكس انك تعرف انك تعرف جسدك، انك تعرف بدنك، انك تعرف كيفاش معناها تتعامل معاه وتحمي نفسك جوستومون، باش تحمي نفسك وتعرف شنو ما حقوقك وشنو ما واجباتك تجاه الجسد هذايا اللي متكون من برشا حاجات بما فيهم الاعضاء التناسليه والجنسيه والفونكسيون هذايا، معناها الوظائف هذايا اللي موجوده فينا معناها تخلقنا بها. وهذا ديجا اللي نخدم عليه احنا في ويوث، معناها من اللي بديت الجمعيه من 2013 اللي هي لا ديسنتراليزاسيون نتاع لي زكتيفيتي، وانها تمشي المناطق بعيد على العاصمه وبعيد كلك سوا، معناها لي بروجي اللي نخدموا فيهم الكل ونخدموا على رانفورسمون دو كاباسيتي نتاع لي جون في المناطق اللي ما توصلهمش المعلومه وما توصلهمش لي وركشوب واللي بروجي، ولينا نخدموا ديجا حتى على تونس الكل معناها. دوك قبل هكا ما نكملوا الحلقه الاولى نتاع ويوث توك، كلمه للشباب والشابات اللي يتفرجوا فينا. كلمه للشباب والشابات اللي يتفرجوا فينا، المثابره. كلمه نجم تكون مثابره، انك ما تسلمش، انك تتشبث باحلامك، انك تواصل مهما كانت العراقيل، انك حتى لو كان تفشل راه بالعكس الفشل هو حاجه تخليك تقوم وتعاود تحاول بطريقه اخرى بطريقه مختلفه. دونك الفشل راهو نجاح نوعا ما، خاطرك حاولت، خاطرك ما سلمتش، خاطرك ما ايستش، وخاطرك بدرت. دونك المثابره نبدا النجاح يا شباب يا شابات. المثابره مهما كان المجال ومهما كان الطموح ومهما كان الحلمه ومهما كان الامل ومهما كان فوالا. يعيشك نجوى خاطرك كنت حاضره بحبينا وخاطرك جيت بحبينا. يعيشك انت على الاستضافه. فرحانين بيك معناها وفرحانين بحضورك وديما مرحب بيك في اي مشروع كاين الويوث، ومرحب بيك ديما في ويوث، انت وليت صديقتنا معناها صديقه ويوث. Avec grand plaisir. انا بيزي فرحانه برشا اللي جيت وفرحانه برشا اللي استضفتوني، وان شاء الله نعملوا مشاريع اخرين وحاجات اخرين، دي بروجي اخرين اللي نجموا يكونوا حافز معناها للشباب وللمعلومه. يعيشكم الناس اللي سمعتونا وتفرجتوا فينا، هذه كانت اول حلقه من بودكاست يوث توك. ما زلتوا باش تتفرجوا فينا في حلقات جايين، باش نحكيوا على فيلم علاقه، الفيلم اللي تعمل في اطار مشروع رايتير رايت ناو ومن انتاج جهار، باش تراوه من منظور اخر وباش نسمعوه من اراء مختلفه. يعيشكم.